مرحبا، معكم فاطمة. اليوم عنا وصفة رائعة جدا، وصفة صحية ولطيفة جدا وسهلة، بس هي لازم لما نعملها نتركها ليلة كاملة بالثلاجة. اوكي، نبلش هلا بالمقادير. نحنا رح نحتاج 3 كوب من الشوفان سريع التحضير. تأكدي من هاي الشغلة وقت بتشتري الشوفان، تمام؟ رح نحتاج كمان لمعلقة من بذور الشيا، أكيد كلكم تعرفوهم. وبنحتاج لنصف كوب حليب، أو ممكن تستعمل ربع كوب حليب مثل ما أنتوا بتحبوا، تمام؟ رح نستعمل العسل والكاكاو حسب الرغبة برضو، ورح نحتاج للملح وللفانيلا برضو، الفانيلا حسب الرغبة. ورجعت لكم. هلا أول شي رح أعمله، رح أضيف نصف كوب من الشوفان في الأكواب. طبعا انتي حسب ما بدك تحضري، يعني فيك تعملي بس على القد. وللبيبي الصغير راح استعمل ربع كوب. تمام. طبعا هلا حطينا نص كوب شوفان بالاكواب الكبيره وربع كوب شوفان بالكاس الصغيره. هلا رح نحط بذور الشيا. رح نحط بكل كوب معلقه واحده. تمام. هلا رح نحط الحليب. انا رح اعمل واحدة بحليب واحدة كاكاو. تمام. هلا بعد ما حطينا الحليب رح احط بكوب كاكاو. احركهم بس. تمام. هلا هناك حطينا كاكاو. هلا رح نحط على الكوبين التانيين فانيلا، مقدار معلقة صغيرة. هلا اجى دور العسل نضيفه. هلا بس بنحركهم مع العسل. صح، نسيت رشة ملح على كل الكوب مشان نعادل الطعم، بس رشة كتير بسيطة. وبس بنحركهم، نتركهم بالثلاجة للصبح. تمام. وصفتنا صارت جاهزة المبدئية. تمام، يعني احنا الاساس اللي عملناه. ومثل ما سبق قلت لكم، فيكم تحطوا نكهه الحليب يلي انتم بتحبوها. هلا رح نترككم بالثلاجه ليله كامله. بعد ما نعمل هدول الطبقتين الصبح قبل، يعني وقت الفطار، نقدر بس نحط عليهم الفواكه والمكسرات اللي نحن حابينهم. انا اليوم رح احط رمان مع برتقال، رح احط تفاح مع قرفه، رح احط موز مع جوز. خليكم معنا، او ما فزتوا حلبي ان شاء الله انه رح تعجبكم. وهلا بنحط البرتقال فوقيه، نحط الرمان، وبالعافية. هاي أول وصفة. هلا الشوفان مع الشوكولا رح نزينه. رح نحط الموز. هلا
هلا بدي اعمل تبع بنوتي الحلوة. اول شي رح نحط معلقة صغيرة قرفة، مش قرفة، بسيطة جدا. اوكي، بعدين رح نحط تفاح، طبعا فيكم تحطوا المكون يلي انتو حابينه. هلا بنحط التفاح، طبعا فيكم تزينوه باللي انتو حابينه اخر شي، بس انا لانه لبنوتي الصغيرة فرح احط برش شوكولا خام. طبعا انتو فيكم تحطوا جوز، فستق، يعني اي شي انتو حابينه بيطلع طيب. هلا رح احط برش شوكولا، شوكولا مبروشة. يمي، كتير يمي شكله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفات اليوم، بتمنى تطبقوهم وتفرجوني اياهم. وهيك بنكون خلصنا وصفاتنا لليوم، بتمنى يكونوا عجبوكم.